على 4 شهور
بيبي صغيور، قد هكا قد هكا قد ايدي تقريبا صغيور. ولدتو في حويجي، ولدتو كان معايا معاد وشفتو انا وياه. المهم قصه طويله، كنت كنموت الموت شفتها بعينيا. دوزت سيزاريان، بنتي ولدتها سيزاريان، حتى هي كانت ولادة مبكرة على 35 اسبوع. ولدتها سيزاريان، ولكن ما تعذبش كيف ما تعذبت في هذا البيبي هذا اللي كان صغير بزاف. يلاه عنده 4 شهور، كان صغير بزاف وتعذبت، شفت الموت بعيني. تخيلوا حطيت رجل في الدنيا ورجل في الاخره، صافي وليت كنشهد، وليت كنقول صافي راه الموت هذه. جاتني ايموراجي، وجات مع الحجر الصحي ديال هاد كورونا وهاد الشيء اللي واقع، لدرجه كنت كنموت بوحدي في السبيطار بوحدي. ما كاينش اللي كيطلع لك، ما كيخليو حتى شي واحد يدخل عندك، ما كيخليو داكشي اللي كيجيبوه لك كيحطوه لك، كياخذوه من الباب ويحطوه لك. المهم شفت الموت، قصه طويله طويله بزاف، ما بغيتش نبقى نعاودها لكم هنايا في هذا الفيديو، حيت الا جيت نعاودها لكم غادي خاصني واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع. هادشي علاش قلت غادا نخلي حتى الفيديو الجاي، باش غادا نحط لكم اللقطات ديال داكشي اللي وقع لي، اللقطات اللي انا كنت وجع فيهم، اللقطات ديال غادا الكلينيك، اللقطات ديال من الخشمه الكلينيك عاوتاني غادا للسبيطار، اللقطات ديالي وانا مريضه وانا كنقفقف وطالع عليا السخانه، واللقطات ديال الايموراجي. المهم داكشي كامل غادا نخلي حتى الفيديو الجاي باش نعاودو لكم بالتفصيل. وما تنساوش تخليو لي الاسئله ديالكم باش نجاوبكم على الاسئله، حيت صراحه كيجوني بزاف ديال الاسئله وما كنقدرش نجاوب عليهم كاملين وقعد كندوخ. المهم تخليو لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير وانا غادا نجاوبكم عليها ان شاء الله يا ربي. انا الحمد لله الحمد لله في صحتي، بديت كنحس براسي مزيان، واخا بقى كتجيني السخفه حين جاتني ايموراجي تقريبا مش هضع مني بزاف 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 ديال الدم. بديت كنحس براسي مزيان الحمد لله. مازال معايا ماما ومعايا كريم اختي، اللي هما اللي تيديروا الشغل ديال الدار وتيديروا كلشي، احتاجوها راه هما اللي مكلفين بها. المهم وعاد خلاص راهم معايا في الحجر الصحي، حيت ما يقدروش يرجعوا للسطاج، حابسين الدرانات، حابسين كلشي مع هاد كورونا ومع هاد الشيء اللي واقع. المهم الحمد لله على كل حال، نفسانيا بقى كنحس براسي ماشي هي هذيك، بقى كنتفكر البيبي، بقى كنتفكر الكريشه. وعاد خلاص هذاك النهار كان كيتحرك في كرشي، يلاه كيتحرك في كرشي، شويه تنقيت راسي ولدتو. المهم صدمه بشي شكل، زائد المرض زائد السخانه اللي طلعت ليا، لدرجه وليت كنقول واقيلا فيا كورونا، حيت طلعت ليا السخانه مزيان وضرني الراس بزاف. المهم شنو وقع ليا بالتفصيل غادي تلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بقى كنتفكر البيبي، بقى كنتفكر هو هكا صغير، حيت شديته، حيت ملي تولد ليا هكا في حويجو وشديته انا بايدي، بقى كنتفكرو، بقى كنتفكر الكريشه. شي مرات بقى كنسى وكنلقى راسي كنقيس الكريشه، وشي مرات كنسى فاش كنكون ناعسه كنبغي ندور على كرشي كنقول يمكن انا بقى حامله. المهم بزاف ديال الحوايج، نفسانيا بقى زيرو، ولكن بصحتي كنحس براسي راني غاده مزيان الحمد لله. شحال دابا باش ولدتو؟ دابا شحال دابا؟ 12 يوم اولا 13 يوم تقريبا باش وقع ليا هادشي. قلت زعما ما صورش لكم انا يلاه في ديك الحاله، حيت ديك الوقيته كنت غير كنبكي 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 كنبكي، وفي وجهي كان حالته حاله، صحتي حالته حاله، نفسانيا خلاص نفسانيا راه صافي، وقال قالوا شو غيدوني للسبيطار الحمار. الحمد لله دابا من دازت 13 يوم كنحس براسي بخير، قدرت ندير فيديو، قدرت نصور نقول لكم شنو كاين. شكرا لكم البنات بزاف اللي كيخليو ليا التعاليق، اللي كيقولوا لي الله يثبت حملك، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. عيب جوهره كتكدوش مع ماما. ايوا حبيبتي شكرا لكم بزاف. هذا ما كاين فيديو، ما
عرفتي دابا كنعاود لكم انا والله حابسين بكيارتو هاد البلاصه هنا منفوخه حيت باقا صراحه مني كنبدا نهضر في داكشي كتجيني البكيه. لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. عطاه لينا الله فرحنا به وحتى فاش خداه الله فرحت فرحت وحق الله فرحت وكنت كنقول مع راسي الحمد لله حيت مني كطلع السخانه المراه الحامله انا هادشي ما كنتش عارفه انا ما كنتش عارفه بلي راه ديك السخانه اللي طلعت ليا غدا هي تولدني لو كان عرفت ديك السخانه هي اللي غدا تولد كان راه من الشيطان لو كان عرفت بلي راه ديك السخانه غدا تولدني لو كان مشيت للسبيطار لو كان داروا ليا شي حل ولا المهم هي الحاجه ما تكون مكتبه سافر مكتبه السخانه مني كطلع المراه الحامله باش نديرها البنات اللي حاملات ندير عليهم في ريوسهم وماشي ديروا في ريوسكم ديروا حتى حلقات ودنيكم والبنات اللي مازال مقبلات على الزواج هادي غير باش تستافدوا بالتجربه ديالي بالله راه السخانه مني كطلع المراه الحامله هي درجه الحراره العاديه كتكون ما بين 36 حتى 37 الا طلعت درجه الحراره 38 انا كتوصلت ليا 39 مني كتوصل 38 كيكون ثلاثه ديال الاحتمالات المراه الحامله يا اما تموت ليا يا اما كتنفصل هذيك المشيمه على الرحم وهنا كتولد المراه يا اما كيتزاد البيبي فيه شي مشكل. الحمد لله انا فلت منها البيبي الله داه زاد على 4 شهور فرحت قلت الحمد لله الحمد لله اللي تخيلوا فاش تخرج لي انا وانا كنموت بالوجع كنغوت وحايبه الله الوجع زحمه الموت داكشي كامل صورته في فيديو دابا تشوفوا غنشاركوا معكم كامل ان شاء الله. ملي فاش تزاد قلت الحمد لله الحمد لله صافي طالينا الله فرحنا به بزاف حتى مني خدار راه خاصنا نفرحوا به راه بزز منا خاصنا نفرحوا به وخاصني نصبر وخاصني نصبر باش ناخذ الاجر وباش الله سبحانه وتعالى يعوضني. هذا ما كاين لا اله الا الله الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد لله على كل حال. جاتني هاد المرضى جاتني مع البيبي مشى ليا ضاع مني البيبي الحمد لله زائد كورونا زائد الحجر الصحي زائد بزاف ديال الحوايج غير هاد الحجر الصحي راه بوحدو راه كيعذب الناس نفسانيا حسك تكوني مريضه وحسك يمشي لك البيبي الله ينجيكم يمشي البيبي وحسك تولدي على 4 شهور يلاه بدات الكريشه كتكبر فهاديك 4 شهور كتبدا الكريشه كتكبر كتبداي تفرحي بالكريشه كتبداي تحسي بيه كيتحرك بديت كنحس بيه كيتحرك بديت كنفرح بالكريشه وكنقول الحمد لله واو هاد الحمل زوين ماشي بحال الحمل ديال جهره ولكن الحمد لله طق مشى بيبي فرم مشى سعين مشى الحمد لله على كل حال. الحمد لله كنتمنى يا ربي البنات اللي حاملات يا ربي كملين بالخير وحضوا ريسكم حضوا ريسكم بزاف من طلع لكم درجه الحراره من هذوك الزحمات الا كان عندكم هذوك لي بغاكسون هيكس هذوك الزحمات الا كانوا مجهدين راه خصكم ضروري تمشيو للطبيبه اولا الطبيب ديالكم باش راه سمعت بلي راه كيديروا شي دواء باش كيوقفوا هذوك الزحمات. حضوا راسكم عاوتاني من هاد كورونا ومن هاد الفيروس وهادشي كنتمنى يا ربي نخرجوا من هاد البلاء ومن هاد الابتلاء سالمين ان شاء الله ويا ربي يحفظنا ويحفظ البنات اللي حاملات يحفظ لهم البيبي اللي في الكريشه ويحفظنا حنا كاملين ان شاء الله يا ربي. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غدا نعود لكم فيه القصه كامله ان شاء الله شنو وقع ليا وكيفاش ومني ولدت وقداش وشحال وانا ناعسه في السبيطار زائد الحجر الصحي في السبيطار زائد العذاب النفساني اللي دزت منه زائد العذاب الجسدي اللي دزت منه داكشي كامل. ما غاداش نطول الفيديو شويه كنلقى راسي طولت في الهضره بزاف. يلا نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي دعيو معايا بزاف 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 باش ربي يفرج عليا حيت نفساني بقى كنحس براسي ماشي هي هذيك الحمد لله على كل حال. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي وشكرا لكم بزاف 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 شكرا لكم على التعليق على لي ميساج على كل شيء كل شيء كل شيء شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.